بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سنعرف شيء او امر يغفل عنه العديد من الحرفيين في هذا المجال ستعرفون ان شاء الله المساحه المقدره للكيس الواحد لكسر الرخام وربما قد تكون هناك صدمه يعني لبعض الحرفيين في هذا المجال عندما يشاهدون هذه المساحه التي يعملها هذا الكيس من هذا النوع من السلع لأنه هناك فرق في أنواع السلع مع أن نفس الكيس يحتوي على على وزن 25 كيلوغرام لكن المساحة التي يملؤونها تكون آه مفترقة بينهم لذلك هناك بعض الأمور يغفل عنها العديد من الناس آه الآن أترككم لتشاهدوا الفيديو يعني المساحة التي قام بملئها هذا الكيس ولن عودة بعد الفيديو إن شاء الله. هذا هو نوع الحائط الذي نعمل عليه ونوع اللياسة فهي كما ترون ليست بالخشنة فهذا الفينو يعني نسميه الفينو فالحائط يلعب دور في في المساحة المقدرة للكيس، والحرفي أيضا يلعب دور في الحفاظ على العجين، يعني لا يتساقط العجين بين يديه بكثرة. فالحرفي هو المهم، أما الحائط لا يعطي أي فرق يعني لا يعطي فرق كبير بين اللي يسرطبة والخشينة إذا إخواني كما ترون أنا ملأت هاته المساحة هنا من هذه النافذة إلى هاته النافذة. يعني هذه المساحة بكيس واحد وهنا اسفل هذه النافذة حوالي 20 سنتيمتر دخلت يعني اسفل النافذة كل هذا يعني يعني كل هذه المساحة ملأها كيس واحد وبدون اضافات والان سأخذ القياس كما ترون هنا من اسفل هذه الفاصلة من اسفل الفاصلة الى اعلى هذه الفاصلة لاحظوا اثنان وثمانون سنتيمتر. الآن سنرى الطول يعني اثنان وثمانون سنتيمتر في العلو، الآن سنرى الطول. فالطول يعني من النافذة إلى النافذة لاحظوا. ثلاثة متر، ثلاثة متر فاصلة عشرون سنتيمتر. إذا كما رأيتم إذا قمنا بضرب صفر وثمانون في ثلاثة فاصلة سنتيمتر تعطينا النتيجة مترين و وستون سنتيمتر وهذا هو يعني العدد المتوسط في بعض الأحيان تصل إلى مترين وسبعون مترين وثمانون وفي بعض الأحيان تنزل إلى مترين وخمسون سنتيمتر يعني هذا هو الفرق الذي يعطي الحائط ما بين الخشن والرطب يعني ليس هناك فرق كبير وللتذكير فقط يعني هذا منتوج كسر الرخام يعني المنتوج الخاص بكسر الرخام وليس المنقوش الخاص بالقراطي او الفينو لان المنقوش كما تعلمون فيه انواع عديده فهذا الذي نجربه الان الخاص بكسر الرخام وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله نجرب المنقوش الخاص بالقراطي إذا كما ترون أمامكم إخواني يعني طلس العجين يكون حسب الفواصل كما تلاحظون يعني على قياس الفواصل والحائط كما قلت يعني الياسة ليست بالخشنة فكان هناك يعني بعض الأماكن عند النافذة يعني بعض الأماكن هناك الحائط خشن لكن لا بأس لذلك قلت يعني المساحة تكون يعني تصل إلى مترين وثمانون هنا أعطتنا مترين وستون وقد تصل إلى مترين وثمانون في بعض المرات لأن العوجاج في الحائط فالفواصل في بعض الأماكن تكون يعني خارجة على الحائط وبعض الأماكن تكون ملتصقة مع الحائط فهذه هي حقيقة الأمر فقد يتفاجأ البعض كيف يمكن للكيس أن يملأ كل هذه المساحة ونحن نعمل والكيس لا يتعدى المتر وثمانون فسيوافقني الرأي من يعمل بنفس المنتوج الذي أعمل به أنا يعني إذا كل الإخوان أو الحرفيين الذين يعملون بهذا المنتوج فهم يعلمون أني على صواب وأما من لم يجرب هذا المنتوج أو المنتوجات المشابهة لهذا المنتوج فرأيهم سيكون مختلف إذا كما رأيتم إخواني هذه هي المساحة التي قام بملئها هذا الكيس لكن العديد سيتساءل يعني من يمتهل في هذا المجال كيف ونحن الكيس يملا لنا يعني حوالي متر وثمانون سنتيمتر يعني اذا اذا وجدوا الحائط جيد وكان الحرفي يعني لا لا يسقط السلع فقد تصل الى المترين يعني اذا وصلت الى المترين فكاعلى تقدير متر وثمانون لكن أين السر في هذا الأمر؟ فهناك اختلاف في أنواع السلع وكل شركة وما تقدمه من مزايا في هذا المنتوج وهناك بعض الأمور يعني لا نستطيع التكلم عنها يعني هنا في العالم حتى لا يكون ضرر لبعض الشركات الأخرى لكن أنا وضعت فيديو يعني خاص لهاته الأشياء وهو موجود في ميزة الانتساب فإن شاء الله ستعرفون يعني كيف يملأ هذا المنتوج يعني مترين وسبعون إلى مترين وثمانون مع أن المنتوج الآخر لا يتعدى المتر وثمانون يعني هناك متر في الفرق بينهم مع أنه نفس الوزن يعني 25 كيلوغرام لكل كيس ولكل شركة لكن هناك اختلاف في المساحة المقدرة ما عليكم إلا الانتساب وإن شاء الله ستجدونه الشرح الكامل لهذا الموضوع في ميزة الانتساب فكما تعلمون يعني لا أستطيع الكلام في العلن على هذا الموضوع فإن شاء الله في الفيديو القادم أو في فيديو قادم إن شاء الله سنرى المنقوش الخاص بالقراطي أو الرسبادو إن شاء الله سنرى الكيس والمساحة المقدرة التي يضرب هذا التي يملأها هذا الكيس إذا إخواني هنا أترككم إن شاء الله نلتقي في فيديو قادم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته